بعد 3 أيام من التنافس أعلن عن أسماء الفائزين بنهائيات الدورة الأولى من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف بمشاركة فروع المؤسسة في 48 بلدا إفريقيا. المنافسة كانت شريفة وشديدة جدا لدرجة أن لجان التحكيم وجدت صعوبة في التمييز بين المستويات المتقاربة جدا بالنسبة للمشاركين. الحمد لله الجائزة الأولى والثانية والثالثة عبرت حقيقة عن المستوى الرفيع للمشاركين. المسابقة عرفت تخصيص جائزة تشجيعية فازت بها المتسابقة حفصة ديالو من جمهورية الرأس الأخضر. أنا في الحقيقة فوجئت جدا بأن كل المتنافسين كان أداؤهم رائعا. ولهذا كنا في لجنة التحكيم نكثر من الأسئلة لنستخرج الأجود والأولى والأجدر بالمناصب الثلاثة. وجرى في ختام المسابقة تسليم شهادات تقديرية لأعضاء لجان تحكيم المسابقة في أصنافها الثلاثة تقديرا لهم على جهودهم القيمة.